اهلا وسهلا. من امبارح في يعني حملة مضادة لحملة المقاطعة نازلة في كل الدنيا، نازلة في المواقع ونازلة في البرامج وكده، انه يا جماعة انتوا بتقطعوا عيش الناس، يا جماعة المقاطعة دي مش هتفيد حد انما هتضر يعني المصريين، يا جماعة المقاطعة دي بتلغي الاستثمار في مصر. والحقيقة انا بصراحة يعني اتخضيت من يعني قلة الوعي شوية اللي عند بعض الناس بموضوع الفرنشايز. فأنا في شوية نقط كده هتكلم فيها، وبما إنه يعني ده رأيي، يعني هما قالوا رأيهم، فأتمنى إنه الناس تقبل الرأي الآخر اللي بيدعم وبيقوي فكرة المقاطعة. أولا الفرنشايز ده شيء يعني قوانينه معروفة للجميع، يعني ادخلي على جوجل واكتبي يعني ايه فرنشايز، هتلاقي انه ده شيء معروف لكل الناس. انا باخد علامة تجارية معينة من بره عشان هم يضمنوا الانتشار في كل العالم، فمش بيبيعوا العلامة وخلاص ولهمش دعوة بالمنتج، لا بيفضلوا طول العمر في مقابل ان هما يدوكي الخامات ويدوكي طريقة التصنيع ويدوكي النو هاو بتاع المنتج بتاعهم، ويبعتوا العمال بتوعك يعني ياخدوا تدريب او يبعتوا لك حد يدربهم، ويبقى فيه كواليتي كنترول، يقدروا يعملوا كنترول على المنتج من بره في المقابل اللي هما بيعملوه ده، وانك تاخدي الاسم والعلامة التجارية وان هما يفضلوا متابعينك على طول. في المقابل لازم ياخدوا أرباح سنوية، دي حاجة لا تخفى على الجميع. يعني حضرتك أو حضرتك اللي بتشتري علامة تجارية بتفضل طول العمر بتطلع نسبة من أرباحك للبراند الأصلي أو للشركة الأم. فحتى لو أي ماركة فاتحة في مصر بناس مصريين أو بكده، فهي في الآخر في جزء من الأرباح بيروح للشركة الأم اللي هي أصلاً بتملكها ناس اللي هم يهود، وفي الغالب بيكونوا صهاينة وبيدعموا الجيش اللي ما يتسمى جيش توي ستوري، أنا مسميها جيش توي ستوري خلاص. فيعني دي حاجة لا تخفى على الجميع، ومش بنقول حاجة ما حصلتش. فاللي يقول انه المقاطعة ما فادتش، ما وصلتش برة، بس لا طبعا اثرت، ودي سايكل كبيرة جدا، وحاجة احنا ما بنكلمش مصر، احنا بنكلم كل العرب اللي موجودين في كل حتة، في كل الدول العربية، كل المصريين، كل الناس اللي موجودين في كل حتة، انه هذه الشركات اللي بتدعم جيش توي ستوري اللي هناك ده، معلش هنقطعها علشان هم بياخدوا الأرباح، بيطلعوا ضرائب وبيدفعوا جزء من الفلوس دي لدعم جيش توي ستوري بتاعهم. تمام كده؟ تمام. تاني حاجة، الجزء اللي يعني ايه اللي بيتلعب بيه جامد، ويعني ايه معظم الناس بما فيهم انا طيبين وما يهونش عليهم، انه العمالة هتتشرد، العمالة هتبقى في الشوارع، الناس دي بتدفع اقساط، الناس دي بتعمل كذا. هو على الجانب الاخر، هي دي مش كل عمالة مصر، بس عشان بالراحة وكده، عشان انا دلوقتي مثلا كنت في سوبر ماركت اسمه سوبر ماركت امان، خلاص امان ده تبع معرفش تبع تحيا مصر ولا تبع قطر مساحة مش عارفة، بس الحقيقة يعني ان انا لقيت البدايل المصرية بالعبيط، الشركات اللي هي المصرية البدايل لأي منتجات أجنبية أو أوروبية في مصانع مصرية كتير، المصانع دي واخدة يعني نسبة من المبيعات مثلا قولوا 20% بالنسبة ل80% من السوق المصري رايح للشركات الأجنبي. فالشغل الأجنبي ايه يعني اللي هم في الاخر رؤوس مال، رؤوس اموال زايونست ولا معرفش ايه، اللي هم بتوع الجيش اللي هناك بتاع الاحتلال، في الاخر الشركات دي بتدعم الناس دي. هما طبعا حاولوا يغسلوا ايديهم واحنا ملناش دعوة، لما في العالم اتأثروا، هما في العالم اتأثروا، احنا نزل لنا يعني ورق
انه الشركه العالميه الام بتقول انا ماليش دعوه لا بدول ولا بدول، انا مش عارفه ايه، بعد ما كانت تدعم وش وغيرت اللوجوهات بتاعتها للابيض والازرق وكده، فيعني الموضوع بس يبقى خلصان. ففي كميه شركات، في كميه شركات وكميه حاجات بدايل. الناس دي على فكره اتسفلتوا واتمرمطوا، وهم حاولوا يشتغلوا بصناعه مصريه وبعمال ونفسهم يكبروا، بس مش عارفين يكبروا لان في ناس كابسين على نفس امهم. يعني هم لو كبروا واديناهم فرصة هيفتحوا فروع في كل حتة وهينتشروا وهيكبروا، وهنبقى احنا الليدنج، احنا اللي سايدين، مش التانيين هم اللي سايدين. هم بيجوا يفتحوا هنا يقوموا مفطسين العمالة المصرية والشغل، وياخدوا طبعا ياخدوا العمالة بتاعتنا. هل بقى بياخدوا العمالة بتاعتنا بيدوهم بقى مرتبات عظيمة والعيال دي بتشتغل بقى في اجواء؟ لا، هم بيمصوا دمهم وما بيدهمش حاجة، عادي يعني، بيدوم المرتبات العادية خالص. والعيال دي يقولك ايه، اصل في الكورونا معلش اطلبوا، يفضلوا يلعبوا على الحتة دي، وهو مثلا رجل الاعمال هو كسبان كده كده وقاعد في بيته. طب اصل في الكورونا اطلبوا بس عشان الغلابة دول نعمل، معلش اصل في مش عارفة ايه اعمله، اصل في الايه اعمل ادفعوا، اصل في الايه. طب نيجي بقى احنا بقى نشتغل مثلا اي مصنعين او اي ناس عندهم مصانع مصرية، او مثلا اللي بيعملوا المعارض، انا مش عايز اتكلم على نفسي مش مهم الموضوع، او اللي مش عارفة ايه، يقعدوا بقى الناس يشتمون احنا. انتوا في الكورونا وبتشتغلوا، انتوا في الكورونا وبتنزلوا، انتوا مش فاحش عندكوش دم، انتوا ما عندكوش مش عارفه ايه. لا، ما هو دي يا جماعه دول ناس مصريين بيشتغلوا. ففي دبل ستاندردز وفي توجيه للراي العام. انا ممكن اروح في داهيه اصلا من الكلام اللي انا بقوله ده، بس معلش يعني خلاص انا هقول اللي يخلص ذمتي، انا هقول اللي يخلص ذمتي ومش مهم اي حاجه. يعني في توجيه، في طريقه كده معينه بايه، يعني باللعب على المشاعر. معلش اصل العمال المصريين، طب ما العمال المصريين على فكره في الشركات التانيه وفي المصانع التانيه اللي مش عارفين ياخدوا نسبه من المبيعات، لانه الشركات المستورده مسيطره وحاطه كده، وحاطه على السوق المصري واخداه كله لحسابها ومكاسبها كله ليها. طب فبيقولك ما هو انت مناخ الاستثمار كده، انت مش هتخلي حد يجي يستثمر عندنا، وانت مش هتخلي حد يجي مش عارف ايه. طيب لما يكون المناخ مفتوح ما عنديش مشكلة ابدا انه حبايبنا السعوديين والاماراتيين والبحرينيين والكويت والناس اللي في قطر والناس اللي في ما يجوا يستثمروا. وحد حاش حد انه يجي يستثمر؟ هو لازم يهود يا اخوانا؟ هو لازم ناس بتدعم الصهيونية يا ولاد الحلال؟ هو في ايه؟ ما هم بيجوا وبيفتحوا وشغالين وزي الفل. لما قالك الفطيم لما جه استثمر في مصر اشترى الشركة كلها بنسبة 100%، واشترى الاسم لكن ما اشتراش اللوجو، ما اشتراش العلامة التجارية، غيرها. هو احنا عندنا رجال الاعمال بتوعنا قليلين ولا هم كسبوا شوية؟ ما تشتروا انتوا كمان الاسم وغيروا العلامة التجارية، ما تقدروا تعملوا كده. هو لازم نضحي، اول حاجة نضحي بالعامل الصغير. ما تدعم يا اخي، ما تدعم القضية بجد، ولا لازم نقعد ايه نعمل حاجات من نقعد نلف وندور حوالين الموضوع. الله، هو يعني انا مثلا مكان ابقى عايزة اقفله لانه مكان مثلا وحش واكله وحش ومثلا بيعمل حاجات واصلا مش صحي وكله مش عارف ايه وكله ايه، فاحنا ندعم الفكر بتاع انه يا جماعه احنا نوقف اكل مش صحي، عادي بنقول كده عادي. انما لما نيجي نقول هو اكل كمان مش صحي ووحش وفي حاجات نسب مش عارفه ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه وكمان بيدعم مش عارفه ايه، تبص تلاقي حملات من تحت لتحت داخله لك من كل صوب وناحيه، برعايه بقى ناس كبار واسماء كبيره ومش عارفه ايه، يفضلوا ايه يبثوا انه الموضوع ما عملش حاجه، انتوا بتهروا في كلام. لا لا، عمل، لا عمل، والموضوع سايكل كبيره، سايكل كبيره. فانا بخلص ذمتي، انا ماليش دعوه، انا بخلص ذمتي. احنا هنحاول، ماسكه ازازه ميه وانا بشرب في مكان، فقالوا لي ما ده ازازه الميه دي، طيب خلاص الادويه مش هنا اللي نلاقي له بدايل نستغنى عنه، الاكل والشرب والرفاهيات، اصلا سندوتشات البرجر والاكل السريع دي من رفاهيات الرفاهيات. العيال طول عمرنا بناكل بسله ورز وسبانخ ومش عارف، العيال بطلوا وجالهم تقزم وجالهم قله نمو وجالهم امراض وجالنا زفت الطين بسبب القرف اللي بيصدروه لنا في مصر هنا. ما تعملوا بمنتجاتنا احنا،
ما تعملوا باكلنا وشربنا وحاجتنا واسعارنا. ايه يا جماعه؟ وبعدين هو لما كان غالي وقعدنا نلطم ونصوت وغلوا 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 السعر وغلوا السعر، عادي نتقبل الموضوع واحنا هنقاطع واي حاجه غاليه ما ناكلها. خلاص بقى دلوقتي بطلنا نتكلم في انه غالي ومش غالي، وفعلا غالي واوفر اوفر. ايه اطلب اوردر لعيلين قبل الموضوع ده ما يحصل، ولادي الاثنين اطلب حاجه ب 500 جنيه ليه 500 جنيه ليه؟ هما الاثنين كل واحد سندوتشين قد الحق كده وقرف. ليه ادفع 500 جنيه مع شويه بطاطس ومش عارفه ايه يعني؟ وكانت امي طول عمرها تقول بطاطس، ده انا لو جبت لك 2 كيلو بطاطس مش هدفع، مش هتدفعي الثمن ده. فبالراحه ونفكر بالراحه، وانتوا براحتكم يعني. انا بقول رايي بخلص بيه ذمتي قدام ربنا وخلاص، وبراحتكم. عايزين تعملوا كده اعملوا، مش عايزين تعملوا كده ما تعملوش.